je pense où je suis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers. تلاميذتي الأعزاء، خصوصا تلاميذ الثانية باك والباك الحر. اليوم غادي نقدم لكم واحد لافيش دو ليكتور اللي هي واحد البطاقة تعريفية للوبغاج، يعني المؤلف اللي غادي ندرسو هاد العام ان شاء الله في اللغة الفرنسية اللي هو كونديد. هاد البطاقة تضم مجموعة من الإجابة على الأسئلة اللي تقدر تحط لكم سواء في امتحانات المراقبة المستمرة أو بالنسبة لامتحان آخر السنة بالنسبة للتلاميذ الأحرار. إذن تابعوا معي. دونك السؤال الأول اللي هو quel est le titre de l'œuvre ou bien quel est le titre de ce roman؟ ما هو عنوان المؤلف؟ الجواب كانديد أو لوبتيميسم. كانديد هو اسم الشخصية الرئيسية وكذلك هو عنده واحد المعنى، معناتها بالفرنسية une personne naïf، يعني إنسان بسيط ساذج يثق بأي شيء. أو لوبتيميسم، لوبتيميسم معناتها التفاؤل. فولتير اختار هذا العنوان لهدف ما سنرى بعد ذلك. لو نون دو لوتور، اسم الكاتب ما هو؟ كيلو نون دو لوتور اوتوماتيكمون سي فولتير. فولتير اذا اسم الكاتب هو فولتير. فولتير هذا سي ان بسودونيم، يعني اسم مستعار اختاره فولتير باش يهرب من العقوبه، يعني لانه كيكتب كتابات شويه كت يعني داك الوقت كانوا كيعاقبوا عليها، يعني ديجا هو من قبل تحكم عليه جوج مرات هو كيتقبض. إذن ولكن اسمه الحقيقي هو فرانسوا ماري أغوي. اسم الحقيقي لفولتير خصكم تعرفوه اللي هو يقدر يتحط السؤال quel est le vrai nom de l'auteur ou bien de Voltaire، سي فرانسوا ماري أغوي. لا دات اي لو دو نيسونس، مكان و تاريخ الزيادة le 21 novembre 1694 à Paris. إذن تاريخ ومكان الزيادة خصو تعرف لماذا لي باش نعرفو العصر اللي عاش فيه هاد فولتير اللي هو 21 نوفمبر 1694 في باريس بفرنسا. دات اليو دو ديسي، مكان وتاريخ الوفاة 30 ماي 1778 ا باريس، يعني 30 ماي 1778 في باريس. دات دو لا بروميير بوبليكاسيون او بيان باريسيون ديالاش ديال هاد لوفراج، تاريخ اول نشر او ظهور هذا المؤلف كان 1759. ونوع الادبي، يعني نوع هذا المؤلف شنو نوع الادبي ديالو؟ النوع هو كونت فيلوسوفيك. كونت فيلوسوفيك يعني حكايه فلسفيه، وهذه الحكايه يعني خرافه. الحكايه معناتها هي خرافه خياليه، ولكن فولتير هو اللي جاب لنا هذا الكونت فيلوسوفيك، هو اول واحد كتب لنا هذا النوع من الكتابات. لماذا؟ اللي كيبلغ يعني النظريات ديالو ولي كريتيك، يعني اغلبيه لي كريتيك يعني الانتقادات ديالو بطريقه حكي، ماشي طريقه مباشره، بطريقه غير مباشره. غادي نصنفو في لو روجيستر رياليست ايرونيك. لماذا؟ لان فولتير استعملنا هنا عنده علاقه بالواقع وكتابه ساخره، بطريقه ساخره يعني فيها السخريه. ليبوك او العصر في القرن الثامن عشر، يعني هذا المؤلف كان في القرن الثامن عشر. الثامن عشر لان كان كيكون كيبتدي من 1700 حتى 1800، يعني 1700 1800 كل هذا كيتسمى 18 سيكل. لوميير هاد الوقت هذا سميناه عصر الانوار. لماذا؟ لان كان التنوير الفكري، يعني النور الفكري اللي ظهروا فيه فلاسفه نوروا بعد ما كان عصر الظلمات، خرجوهم من عصر الظلمات والجهل، لهذا سمي بعصر الانوار، منهم جون جاك روسو، مونتسكيو وفولتير. لي زوتغ اوفراج دو لوتور، يعني السؤال اللي كيتطرح ما هما المؤلفات الاخرى لهذا الكاتب غير كانديد و لوبتيميسم؟ عندنا زاديك و لوديب، يعني هادو ساهلين تقدروا تاخذوهم، زاديك اي اوديب. اذا لي بيرسوناج برينسيبو او الشخصيات الاساسيه في هذه الحكايه كانديد. كانديد اللي قلنا هو بطل هذا المؤلف،
لو ايرو دو لوفر، يعني بطل المؤلف. ولكن رغم انه الشخصيه الاساسيه ديال المؤلف، فان فولتير ما عطاناش عليه شي حاجه، وصف دقيق شكله يعني سا فيزيونومي، ما عدا في الشابيتر لو بروميي قال سا فيزيونومي انونسي سون ام. اذا هذا فولتير نو دون اون تري بريف ديسكريبسيون، واحد الوصف بسيط جدا. لو نو دو كونديت، هذا الاسم ديال كونديت كيدل على لينوسونس يعني دو لام، يعني براءة الروح وصفائها، واحد شخصيته شويه بسيطه نايف يعني ساذجه. اذا هذاك الشيء علاش سميناه كونديت، لانه بريء جدا. اذا الشخصيه الرئيسيه الثانيه اللي هي بونغلوس، اللي معناتها توتون بارول. توتون بارول معناتها ان الكل في الكلام، لان هذا هو الاستاذ ديال كونديت، والاستاذ اللي كيخدم في القصر ديال البارون، هو الشخصيه قدمها فولتير بطريقه كوميدية بزاف هذا هنا، لان خدمته شنو قال في الشابتر الاول، بونغلوس انسيني لا ميتافيزيكو تيولوجو كوسمونو نيغولوجي، معناتها ان هاد نيغولوجي معناتها شي حاجه كتضحك. اذا هو اصلا خدمته استاذ ديال ماذا، كلشي كيفهم كلشي وكيهضر كلشي، هو كيمثل واحد الخط يعني واحد الاتجاه، واحد الفلسفه اللي كانت في داك الوقت هي فلسفه الاوبتيميزم، لان فولتير هنا كيسخر منه وكيسخر من الفلاسفه اللي في داك الوقت كانوا كيقولوا على الاوبتيميزم، يعني الفكره ديال توت او ميو دون لو ميور دو موند، يعني اي حاجه كتوقع يعني بحال اللي كيقولوا اي حاجه فيها الخير وصالح الجميع. اذا هو هنا قام بطعن في هاد الناس اللي كيقولوا هاد الشيء بطريقه سخريه من بونغلوس. كينيغوند هذه الشخصيه الرئيسيه الثالثه، اللي هي بنت البارون تاندر تان ترونك، اللي هي البنت خال كونديد، وهي نيت اللي تيحبها كونديد، وهي السبب بانه تطرد من الجنه على الارض كما قال كونديد، دي باراديس تيريست اللي اكسبوسي دي باراديس تيريست، يعني مراه تبدلنا الحكايه. اذا هو كان منجذب الى الشكل ديالها، يعني انجذاب حيواني او جنسي، علاش؟ لان الكاتب هنا تيقول اي تي فريش غراس ا بيتي سونت اوتون كولور، وهاد المواصفات ملي كنقولو فريش وغراس، فريش يعني معناتها يعني شي حاجه اللي طريه، يعني بحال تاكل شي حاجه، غراس شي حاجه سمينه، ابيتيسونت شهيه، ولونها يعني الوانها يعني مثيره، وهادو كلهم كيدل على ان كونديت كان كيهتم بها جسديا، يعني ما كانش مهتم بالذكاء ديالها. سي بار سا بوتي كو كونديت ليمي، هادشي كان كيحبها هو، ولكن مع الوقت غادي تولي خايبه ولا قبيحه، وحنا غنشوفوا علاش. اذا لي زوتر بيرسوناج او بيان الاشخاص اللي هما ثانويين في القصه، عندنا لو بارون دو تاندر تان ترونك، اللي هو البارون اللي هو الاب ديال غينيغول، ولا الخال ديال كونديت، الاسم ديالو شويه غريب، تاندر تان ترونك، علاش؟ لان معناتها ان تاندر يعني هي الرعد او صوت الرعد، وتان ترونك هذا الاسم شويه جاي من الالماني، علاش؟ لان هنا فولتير كيسخر كي الخشونه ديال اللغه الالمانيه، يعني الالمان لو بارون دو شاتو، يعني هو بارون، يعني هذا لقب ديال العصر، لا بارون تاندر تان ترونك، يعني الزوجه ديال هذا البارون كتسميوها لا بارون، سا فام يعني زوجته، هي تري كونسيديري يعني محترمه جدا، باش لانها كتوزن عندها 350 ليفر، يعني كتوزن تقريبا 160 كيلو، علاش؟ لانها يعني غليظه بزاف، سمينه بزاف. باكيت فام دو شومبر دو لا بارون تاندر تان ترونك، هي باكيت هي يعني الخادمه ديال هذا البارون، ولو فيس دو بارون، الفيس دو بارون، هذا الفيس هو اخ ديال كينيغول، والابن البارون ما عندناش الاسم ديالو، ولكن راه عنده دور في القصه. كاكومبو فالي دو كونديت، كاكومبو هو خادم الكونديت،
مارتان كومبانيون هو واحد اللي رافق، هاد مارتان هو اللي رافق لنا كونديت في الرحله ديالو، هو اللي كيمثلنا البيسيميست، النظريه المخالفه ديال بونغولوس اللي كيقول هو الاوبتيميست، هذا كيقول بيسيميست، يعني انسان متشائم، هذاك التفاؤل وهذا التشاؤم. لا فيي سي اون، يعني لا فيي دام، واحد المراه عجوزه هي فاعله خير، يعني دارت الخير في كينيغوند وكذلك كونديت. فوندور دوندور هذا سي ان نيغوسيون اسكروك، هذا هو تاجر نصاب يعني. وجاك، وهذا جاك هو اللي دار الخير في كونديت، سميت سي ان اناباتيست، سا فو دير يعني هو انسان اللي ما عمدوش، والكنيسه كتعمد هو ما عمدش، طلعها كونديت في هولندا، ولكن مات مور نوايي، مات غرق. هنشوفوا الاحداث دون ايسا شارل. دون ايسا شارل هو جويف ترافيكون كي اشيت كينيغوند، هذا هو واحد اليهودي تاجر، يعني تاجر بحال تقول ترافي، يعني تاجر، هو اللي شرى، لان كينيغوند باعت، هو اللي شراها. اذا بريزونطاسيون بيان، تقديم لهذا لوفر ديال هذا المؤلف. هذا الكونت بني على الاساس على الاسم ديالها اللي هو بيرسوناج برينسيبال، اللي هو الشخصيه الاساسيه اللي كونديت كما قلنا شرحتها من قبل. اذا والقارئ لو ليكتور هو غادي يكون متفرج على تطور الشخصيه ديال والتفكير ديال كونديت، لانه غيبدا بريء يعني متفائل، وغيبقى غادي مع الوقت حتى غيولي العقل ديالو غادي يتبدل، وحنا غنشوفوا. اذا tout au long de ce roman، يعني طوال هاد القصة أو الحكاية، هاد الكونت فيلوسوفيك، يعني الحكاية الفلسفية اللي قلت أنها، لماذا؟ لأن قلنا كتحكي لنا بحال خرافة، ولكن الطريقة كتبلغ لنا هي اللي قلنا فولتير كريتيك امبليسيتمون، يعني فولتير كي ينتقد بطريقة غير مباشرة لوبتيميزم، يعني التفاؤل اللي كان هي هذه نظرية فلسفية كانت في ذاك الوقت، اللي كان كيمثلها مجموعة ديال الفلاسفة ما بيناتهم ليبنز، ولا غوليجيون يعني الكنيسة، لا غوليجيون يعني الدين، الكنيسة ديالهم في ذاك الوقت، والناس اللي كيمثلوها. والقارئ المتمعن يعني لو لكتور اتونتيف غادي يلاحظ لنا بان فولتير كيحاول يخلق لنا واحد المواجهة ما بين لوبتيميست، يعني فلسفة التفاؤل اللي كيجسدها لنا في الحكاية بونغولوس، و الفلسفه ديال التشاؤم اللي كيمثلها لنا عاوتاني، ولا اللي كيجسدها لنا في الحكايه مارتان لو كومبانيون دو كونديت، اللي قلنا هو اللي كيرافق لنا كونديت، ولكن حتى شي واحد فيهم ما كيغلب على الاخر. اذا حنا غنشوفوا هادشي مع الوقت.